الألمانية راح نشوف مباراة قوية من اللاعبتين. اللاعب الألمانية فازت على اللاعب الإيطالية بالثواني الأخيرة من المباراة السابقة. توليتشيغي أكثر من رائعة، نقطتين ممتازة للاعبة كوت ديفوار، تلعب على تفاصيل صغيرة في المباراة، لعبة كبيرة، لعبة خبرة. شوف وقفتها ممتازة في الملعب، دائما في الجولة الأولى هي تحاول أنها تجس النبض. شوف اللعبة لما تحاول تلعب بالأسلوب اللي فازت فيه على اللعبة الإيطالية، اللعب من المسافة القريبة، الأخذ من اللعب القريب، لكن تقريبا راح تكون أصعب عليها بحكم أنه طول متقارب، بحكم خبرة اللاعبة لاعبة ساحل العاج في مباريات مثل هذه. الآن دبل من اللاعبة تحاول أنها تأخذ نقطة. شوف الآن تبدل، تحاول نقفل الهوك بالشكل السليم، تتحرك على طرف الملعب. تكفي المازال ممتاز من اللعبة الألمانية. الآن بدأت تهجم. حذر من اللاعبتين إلى الآن. الآن خروج من اللاعبة كوت ديفوار من الملعب، إنذار خصم، ليس خصم، إضافة نقطة للاعبة الألمانية. إنذار خروج، آخر 16 ثانية من المباراة. ممتازة، نقطتين عن طريق توليتشيغي، 4-1. تنتهي الجولة الأولى الآن إلى توجيهات المدربين. كل مدرب يوجه اللعبة، واضح أن اللعبة ساحل العاج فيها إصابة، وأيضا اللعبة الألمانية عندها إصابة. الآن رجعنا لمباراة نصف النهائي لوزن تحت 67 كيلوغرام بين لاعبة ساحل العاج واللاعبة الألمانية. لاعبة ساحل العاج في الواقي الأحمر ضد اللاعبة الألمانية في الواقي الأزرق. النتيجة 4-1 لساحل العاج. الآن كل لاعبة تحاول تفرق بالنقاط. الآن إيقاف اللعب لربط الحزام. ترجع المباراة الآن. الآن استخدام الكرت، لعب حذر من اللعبة الألمانية، تحاول أنها تدخل بالشكل السليم. ديفنس اللعبة كوت ديفوار ضد البنش ممتاز جدا، تحاول انها تتفادى البنش. ممتازة لعبة ساحل العاج في اخذ النقاط، نقطة تقريبا عن طريق البنش ممتازة. الألمانية تحاول تقرب النتيجة بالبنش.
بعد ما لاحظت انه قفله بشكل ممتاز من اللاعب ساحل العاج، تحاول تستغل البنش للتعويض. ممتاز الارمني، محاولة جريعة على الوجه. آخر نصف دقيقة من الجولة الثانية من منافسات نصف النهائي في ما شاء الله جميلة ساحل العاج، استغلال أكثر من رائع لفتح الهوغو من لعبات من اللعبة الألمانية. التايمينج أكثر من رائع للعبة ساحل العاج، تلعب بمجهود أقل، استغلال رائع. نقطتين أيضا، تلعب على واقع الصدر كثير لاعب ساحل العاج، تحاول أنها تستغل كل جزء من المباراة لصالحها بأقل جهد. الآن انتهت الجولة الثانية بنتيجة 8-2، واضح فارق الإمكانيات الخبرة للاعبة ساحل العاج في الهوغو الأحمر. يبدو على لعبة ساحل العاج عندها إصابة، تحاول أنها تتفادى أي ضربة خطيرة تأثر عليها. الآن توجيهات المدربين للاعبات للجولة الأخيرة من دور نصف النهائي، وزن تحت 67 كيلوغرام. نعود لكم مجددا مع الجولة الأخيرة لوزن تحت 67 كيلوغرام بين اللاعبة ساحل العاج واللاعبة الألمانية. الجولة الأخيرة خلاص، جولة الحسم. 8-2 نتيجة مرونة عالية، لكن لاعبة ساحل العاج ديفنس أكثر من رائع على هجمات اللاعبة الألمانية. الآن جولة في الحسم، النتيجة 8-2، آخر دقيقة ونص. الألمانية تبادر بالهجوم، ما عندها الآن أي شيء تخسره خلاص، تحاول تعوض. الآن إلى الآن نسيت تقدم اللعبة ساحل العاج 8-2 على اللعبة الألمانية. آخر دقيقة من المباراة، لاعب ساحل العاج نشوف لاعب ساحل العاج تستغل واقع الصدر، مركزة على واقع الصدر بشكل كبير، تحاول تستغل النقاط على مستوى واقع الصدر بشكل ممتاز. الآن توسع الفارق إلى 10 مقابل 2، فرق 8 نقاط. آخر 45 ثانية من المباراة، لاعب ساحل العاج تقفل الواقي بشكل أكثر من رائع. تسجيل نقاط 14-4 للاعب ساحل العاج. آخر 25 ثانية تقريبا من نهاية المباراة، قفال هوغو أكثر من رائع للاعب ساحل العاج، تكفل على مستوى الوجه. الآن انذار للاعب ساحل العاج للعب السلبي، فرق 5 نقاط الآن. آخر 13 ثانية من المباراة، 2 تضيف نقطتين لاعب ساحل العاج، 12-5. ممتازة لعبة ساحل العاج، استغلال كبير لتهور اللاعب الألمانية في آخر الثواني. انتهت تقريبا المباراة الآن 15-5، فوز لعبة ساحل العاج في هوغو الأحمر على اللعبة الألمانية، وبالتالي تأهل إلى نهائي البطولة.